مرحبا بكم جديد. إذا في حكايتنا بالنسبة لليلة احنا في مصر في محافظة بني سويف. احنا في جانفي 2015، 8 جانفي 2015 خبر مفزع صادم تستيقظ عليه مصر. زوز صغيرات، بنية عمرها 8 سنين وليد عمره 5 سنين باش يتلقاو مذبوحين في قلب دارهم. أمهم ما عادش قادرة تتماسك روحها من شدة الصدمة، لكن بشوية 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 المحقين باش يبهتوا من الدور اللي قد تكون لعبته هذه الأم، وهي قاعدة تعترف قدامهم أنه الجريمة صارت في حضورها. شنو حكاية علاقتك بنبأ هذا يا نجاة؟ كيفاش كانت هذه العلاقة بيناتكم؟ كيفاش كان يجيك؟ وشنو اللي عمل بالضبط؟ اسمه معايا هذه الاعترافات نتاع نجاة. كان بيقوم فوق، ما كانش بيقوم الباب، كان بيقوم فوق عندنا حته واطيه كده. سود البيت قدام البيت، يعني البيت والبيت هو ازاي كان بيجي من فوق؟ كان بيجي من حته واطيه كده عند بيت عمو جنبينا، كان بيجي من كان بينط من سطح لسطح لغايه ما يجيني. لحد ما يجيني. ما انت سمعتك كده مش كويسه، وخاصه ان اخو يعني ابن جوزك الكبير كان ساكن جنب، يعني ده البيت واحد تقريبا جنبيك. ايوه ما عرفتش. خلاص كان كتب عليك يعني. ما قلت له والله، قلت له ما رضيش. يعني عايزه تقنعينه وكان بيدخل يعمل الرزيل او يطلع وانت رافضه؟ بس لما زعقتش ليه ولميت الناس؟ كان يهددني بعائلته بس. كما كنت تسمع نجاة ذن تقول انها كانت مغلوب على امرها. نبأ هذا حطها قدام الامر الواقع، وبعد ما وعدها كذا مره بالعرس بطل الوعد متاعه، ولكنه حافظ على العلاقه بها. أما عن تفاصيل اللي صار فمش تقول أنه نهارتها، نهارة الحادثة بش يجيها كل عادة مسطح ويدخل للدار وبش يبات هو وياها، إلى أن يفيق الوليد محمد. محمد كيف فاق وشافها السيد الغريب هذا في دارهم، خاف سي نبأ أنه محمد يمشي يقول شنو اللي شافه للأقارب للجيران للي هو. فتقول نجاة امشى يجري للكوجينة وانا ما في باليش، ويجيب سكينة ويقضي على الصغير قدام أمه. مش يقضي عليه برك، قلت لك شنية اللي عمله. تقول نجاة أنها بدأت باش تصيح وتعيط وتقول له شنو اللي عملت وكذا، وفي هكا الفوفة عم تاع الصياح تقوم بنتها آية 8 سنين تشوف خوها تبدأ تبكي، تجري تتخبى وراء أمها، وامها تخبيها تقول انا خبيتها ورايا باش ما يشدهاش باش ما يمسهاش، ولكنه هو فكها مني بالقوه ودزني، الشيء اللي خلاني نهرب للكوجينه باش ما نشوفش شنو اللي باش يعملوا فيها. بما انه باش يقولها يا اخي انا قتلت الصغير باش ما نقتلش الكبير، قتلت اللي يمكن ما يفهمش باش نقتل اللي ربما تفهم. وقضى على آية بنفس الطريقة. ثم تقول أنه من بعد ما عادش عارفة شنو اللي تعمل، وهو هددها فبلعت السكينة بدمها وسكتت وانتظرت للي يجي الصباح. باتت في دارها وأولادها مذبوحين، واستنات يجي الصباح، وخرجت كي الناس الملاح، وحلت العطار وخدمت بصفة عادية،
وبعثت شكون لدارها باش يفيق الصغار قبل ما تمشي هي وتعمل المسرحية متاع أنها لقاتهم مقتولين. أنا كيف شفت تفاصيل هذه القضية وبعد ما شفت اعترافاتها واتهاماتها لنبأ ثم شنية عملت بعد هي لإكمال المسرحية، اعتبرت أنه هذه الشهادة كاذبة وأنه ما تنجمش أم تكون عندها لوعة على صغارها المقتولين أما في الصباح تقوم عادي ياسر وتمشي تحل العطار وتبيع وتشري وبعد تبعث شكون للدار. فما إن في الموضوع، وفعلا إن باش تجي على لسان النبأ، نبأ اللي باش يعطي في اعترافاته شهادات أخرى، اعترافاته اللي باش يأكد فيها أنه صحيح هو قضى على واحد من الصغار الساعة مش على اثنين، لكن مش صحيح اللي أنا كنت نجزلها مسطح، أنا كنت ندخل من الباب، مش صحيح اللي هي كانت حاشمة وإلا خايفة، هي ولد المرحوم رجلها كي قالها شبيه فلان يجيك ويكلمك ويمشي ويجي عليك قتله أنت شي همك وعملت له عركة. مش صحيح انها كانت متقلقة ياسر من نظرة الناس ابدا، بل سيعطي في اعترافاته ما يعتبره السبب في انها هي شاركت في هذه الجريمة. وهاك باش تسمعوا معايا باش تقول له هي حسب اعترافات نبأ بعد ما هو قضى على الوليد محمد، هي باش تقول له والبنية اللي راقدة لداخل اش عملنا فيها. اسمع معايا شنو قال محمد في مواجهة صغيرة جمعته، أو نبأ مواجهة صغيرة جمعته بنجاة في إحدى القنوات. والله والله العظيم هو اللي ذبح العيال وقال لي ما تتكلميش عن الشارع كله تبعي، والله العظيم قال لي الشارع كله تبعي. ماشي، وانا بقول لسيادتك والله العظيم دي كدابه. ماشي العظيم، خلينا نتكلم كده. ماشي سيادتك دي كدابه. مسكت معاك وانت بتذبح ولا كنت لوحدك؟ لا مسكت معايا في الاعتراف. ايه مسكت معايا؟ والله العظيم والله العظيم مسكت معاك. يعني ايه يعني البنت اهي، البنت اهي مسكت معاك؟ يعني كتفتها لك؟ لا مش كتفتها لك، مسكت ايديها بالسكينه. مسكت ايديها بالسكينه؟ دي كانت معاها هي السكينه؟ مسكت ايديها السكينه كانت فيها. السكينه كانت في ايد مين؟ ايديها. وهي مسكت ايد مين؟ مسكت ايديها بقى خلاص. ثواني نجاة بقى، ثانيه نجاة، ثواني نجاة، مسكت ايد مين؟ ايديان. ايديك انت عشان تمنعك ولا عشان تذبح؟ لا عشان اذبح. لا 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 انت عايز تقنعني ان الام مسكت ايديك انت وقالت لك بسرعه اذبح البنت عشان ده الكبيره ممكن تتكلم؟ عشان اخد البيت والدكان ومحدش يطلبني في حاجه تاني وانا اللي واصي عليها. بس كده، برافو عليك. هذا اللي قالوا نبأ. نبأ قضى على الوليد الصغير ثم بعد ذلك بتخطيط منه هو ونجاة باش يقضيوا على آية بنت 8 سنين، ثم باش يصير الاتفاق بيناتهم الاثنين انه هو يروح وكأن شيئا لم يكن، وانه هي تبات الليل وتقوم الصباح في وقتها العادي وتمشي للعطار وتحل عطار وتبيع وتشري وتحكي مع الناس وتبعث شكون من بعد لدارها، على أساس أنه باش يكتشفوا وقتها في بالها اللي بعثته باش يصدم يحل الباب ويدخل للدار ويكتشف الوضعية متاع الصغار. لكن كي يرجع قالها راو ما جاوبونيش، ولات هي مشيت على أساس اكتشفت هذه الجريمة. ركزت في الكلام اللي قالوا نبأ، علاش عملت هذا الكل؟ خاطر العطار مكتوب باسم الصغار الاثنين، باسم محمد وآية،
وإذا تخلصت من محمد وآية واللي عندها الدار والعطار، وهي حبت تفسخ كل شيء وتبدأ من أول وجديد، دار وعطار وراجل بليش صغار. إيش قلت لك قبيلة يظهر لي تطرح بعض الأسئلة الفلسفية؟ إلى أي حد حسب رأيك أم نجم تعمل هكا أو تقبل أن يصير هكا في صغارها، إذا صدقت الرواية الأولى اللي قالتها هي أو إذا صدقت الرواية الثانية اللي قالها نبأ؟ في كل الحالات نجات مساهمة بدرجة كبرى فيما حصل لصغارها. هل أنت من الناس اللي يعتبروا أنه مثلا إحساس الأمومة هو إحساس غريزي كما قالوا برش أو لا؟ وإحساس ينجم يكون موجود كما ينجم يكون مش موجود. لكن بناء على كل اللي حكيته لك، فإنه القضاء في مصر اعتبر أنه نجاة ونبأ عندهم نفس المسؤولية في مقتل الأولاد الاثنين، ومن أجل ذلك في أكتوبر 2015 تم الحكم عليهم الاثنين بالإعدام. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.